متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله صباحكم بكل خير. نهار اليوم تدفع نحو شمال المملكة كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة تعمل انخفاض كبير في درجات الحرارة. نستعرض الآن وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في المملكة. نبدأ بالتوقعات الجوية في العاصمة الرياض نهار اليوم، حيث تسود أجواء مع حيث تهب على العاصمة الرياض رياح نشطة تعمل إثارة الأتربة والغبار 32 درجة مئوية، الملموسة 29، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية نشطة السرعة جافة الطابع. توقعات الجوية نهار اليوم لباقي مناطق المملكة نبدأ بالمنطقة الشمالية، حتى تتأثر بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة تنخفض درجة الحرارة بشكل ملموس. سكاكا 17 إلى 7، عرار 18 إلى 6 مع أجواء مغبرة، تبوك 14 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الغربية تتأثر بأجواء غير مستقرة، مدينة جدة فرصة زخات من الأمطار 24 إلى 18، مدينة المنورة 22 إلى 9، مكة المكرمة 24 إلى 16، والطائف فرصة زخات من الأمطار 22 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة زخات رعدية من الأمطار 19 إلى 12، أبها 24 إلى 14، وجازان 28 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 29 إلى 18، حفر الباطن 32 إلى 13، والإحساء 31 إلى 19 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض رياح نشطة وأتربة مثارة 32 إلى 20، نفس الأجواء في بريدة 30 إلى 12، ونفس الأجواء في حائل 22 إلى 5 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.